بيناقشوا أسامة بيتكلم على الالتزام بمبادئ ونظام النادي الأهلي. السوشيال ميديا الأفق المفتوح، كل حد بيكتب اللي هو عايزه، إلى أي حد شايف عامة في التزام بهذا النظام؟ دايما احنا دايما بنقول يعني كن حذرا عند محاربة الوحوش حتى لا تتحول وحشا مثلهم. حضرتك انا ده شغال، انت الوحش الهادئ قوي. حضرتك انا شغال بقالي فتره على الشغل اللي هو احنا نشوف اللي هو دايما في كليشيه كده بيطلقوا علينا ان هو الاهلي بيكسب الحكام. فانا بدات نرد طبعا مع كويس ان انتوا بتستهدفوا الحاجات اللي بيتروج لها اللي هم الاعلام الاخر بيروج لها. فاحنا بدانا اللي هو لا والله يا جماعه تعالى نشوف بقى نكشف، نعمل كشف حساب كده للاداء التحكيمي بيعمل ايه معانا يعني. فحتى يعني دي الفكره بقول لحضرتك يعني اللي هو انا بعمل مراجعه للتحكيم في نقط طبعا بشوف الاعلام الزملكاوي بيقول ايه عننا، اللي هو مثلا في عنده نقط مثلا التحكيم مثلا هنا في بلانتي ما اتحسبش وكلام من ده، باخده ووثقه عندي. وفي حاجات اصلا هم ما يعرفوهاش بوثقها برضه ليهم في اللي هم ما يعرفوش اساسا بوثقه عندي، بحيث احنا لما نطلع ما نقولش حاجه بقى دي مبادئ الاهلي فعلا. ده انا في رايي اللي هو مبادئ الاهلي هو مش بيلوث غيره او مش بيحاول يدلس عليه. لا ده احنا بنديله حقه وبناخد حقنا وفي الاخر بنطلع احنا المظلومين. يعني انا بس يعني لو يسمح الوقت بعد كده ان احنا هنشوف اللي هو ازاي الزمالك او الاهلي في الدوري 2014 2015 اتظلم في 17 بلانتي، في 17 بلانتي ما اتحسبلوش. فده منتهى الظلم ومحدش حس بيه لان احنا مش بنتكلم كتير عن موضوع التحكيم. حضرتك كنت من هو بس برضه مهما كان مش زي تاثير اللي هو بيطلع كل يوم على التلفزيون ويطلع يقول الاهلي بيتظلم، الاهلي بيتجامل والاهلي بيتجامل والزمالك بيتظلم. فهو ده اللي احنا بنحاول نعوضه شويه على السوشيال ميديا يعني.